من فين يا ياسر؟ ياسر! 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 ايه في ايه اللي حصل؟ انت كنت فين؟ كنت مستنيك تحت، في ايه؟ وائل اتقتل يا ياسر. ايه؟ سبتوا له ايه؟ انتوا اتقبلتوا؟ ازاي؟ ازاي انا ممكن اعمل كده؟ مش انت اللي حددت انك هتقتله؟ ما ترد عليا مش كده؟ كلام قلته في لحظه التلفازه، وكمان انت بالذات تخرسي خالص. امال مين اللي عمل كده؟ ما تفهمني. ما اعرفش. انتوا اكيد اتجننتوا. اكيد العفاريت هم اللي عملوا كده. العفاريت مهما كانت اذيتها ما بتقتلش. لا العفاريت ولا انا. تقدروا تقولوا لي فين اصحاب المكان؟ فين الراجل الغريب اللي اسمه حسنين ده؟ معقول يعني ما يكونوش سمعوا الصويت ده كله؟ مفهوش حرارة. السكينة اللي اتقتل بيها وائل هي نفس السكينة اللي كانت مع حسنين. حسنين هو اللي بيقتل. مش ناوية تعالي برضو؟ اعقل انت بدل ما اتكلم واوديك في 60 داهية. انا فعلا رحت في داهية. سبت الدنيا. سبت الناس. شغلي بقى خرابه. وانت لا عايزه تفهمي ولا تبطلي. ولا هبطل. عارف ليه؟ لانك اناني. ما بتفكرش غير في نفسك واللي انت عاوزه وبس. عجبتك؟ اشتريتني بفلوسك. ان انا بقى عاوزه ايه؟ عايزه مين؟ احبك ولا ما بحبكش؟ استغليت فقري؟ عشان ابقى بتاعتك. تفتكر دلوقتي بقيت بتاعتك بجد؟ عمرك ما فكرت واحدة في سني محتاجة تحب وتتحب شاب زيها؟ شاب يحسسها انها ست بجد؟ يطلع بره. طلع مفيش ايه؟ السلك العنان اللي كهربت. استنى خد دي امسك. ايه
فين ده؟